بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 13. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامج شرح زاد المستقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله في باب التيمم: ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. سبق في أول الباب أن من شروط صحة التيمم عدم وجود الماء، نعم، أو العجز عن استعماله. فإذا كان عادما للماء بالكلية فإنه يتيمم بدلا من الطهارة بالماء، لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. وفي هذا يقول المؤلف رحمه الله: إذا وجد ماء يكفي بعض طهارته، يعني أن عنده ماء لكنه لا يكفي لكل الطهارة وإنما يكفي لبعضها، فإنه يستعمل هذا الماء ثم يتيمم عن الباقي. يستعمل هذا الماء فيما يأتي عليه من أعضائه أو من جسمه إذا كان بالاغتسال، وما بقي من الأعضاء أو من الجسم فإنه يتيمم عنه، فيكون يجمع بين طهارة بالماء والطهارة ويكملها بالطهارة بالتيمم، لأنه يصدق عليه أنه عادم للماء إذا استنفد ما معه في. فإن كان الطهارة من حدث أصغر فإنه يستعمل هذا الماء في وجهه بالمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه، وكذلك إن اتسع لغسل اليدين فإنه يغسلهما، ثم ما بقي من أعضائه يتيمم عنه بالتراب. وإن كانت الطهارة طهارة كبرى الاغتسال فإنه أيضا يستعمل هذا الماء الموجود، يستعمله في ما يستطيع من أعضاء وضوئه ويتيمم عن باقي الوضوء وعن الاغتسال بالتراب. نعم. قال: ومن جرح تيمم له وغسل الباقي. إذا أصاب الإنسان جراحة في بدنه وهو يريد الاغتسال من الجنابة، أو أصابه جراحة في أحد أعضاء وضوئه وهو يريد الوضوء، فإنه يغسل الصحيح من بدنه أو من أعضاء الوضوء ويتيمم عن الجريح، يتيمم عن الجريح لأنه معذور في تجنيبه الماء إذا كان هذا الجرح يتضرر بالماء، فإنه يجنبه الماء ويتيمم بدلا عن غسله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة، فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. سبق أنه لا يجوز التيمم إلا إذا عدم الماء. ومتى يكون عادما للماء؟ إذا طلبه فلم يجده، لا معه في رحله ولا حول رحله، وليس هناك من يدله على ماء قريب من حوله، فحينئذ يتحقق أنه عادم للماء فيعدل إلى التيمم. وأما أنه يبدأ بالتيمم بدون أن يبحث عن الماء، ماء في رحله أو قربه أو من يدله عليه، فهذا يعتبر مفرطا لأنه لم يبحث عن الماء، والله جل وعلا يقول: فلم تجدوا ماء. ولا يكون غير واجد للماء إلا إذا بذل الأسباب لتحصيله فلم يحصل عليه. نعم. أما ما دام هناك أسباب يمكن أن تحصل له الماء فإنه يجب عليه بذلها للحصول على الماء، وذلك بأن يفتش في رحله هل معه ماء أو لا، يتأكد، أو هل يجد ماء قريبا منه من رحله في غدير أو نحو ذلك، أو بئر حوله. فإذا لم يكن حوله شيء يسأل، ربما يكون عند بعض الناس خبرة بماء قريب فيدله عليه. فإذا استنفد هذه الوسائل ولم يحصل على ماء، حينئذ يحق له أن يتيمم، لأنه يكون حينئذ عادما للماء. نعم. وإن نوى بتيممه أحداثا أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها، أو عدم ما يزيلها، أو خاف بردا، أو حبس في مصر فتيمم، أو عدم الماء والتراب، صلى ولم يعد. قبل هذا بقيت فقرة، قال: فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. نعم. يعني أنه إذا فرط ولم يبذل البحث عن الماء وتيمم وصلى، ولكن تبين بعد ذلك أنه قادر على الماء لكنه أهمل هذه القدرة، أو أنه نسي هذه الإمكانيات، ثم تبين له أن الماء حاصل معه أو قريبا منه، فإنه يعيد، فإنه يتوضأ بالماء ويعيد الصلاة، لأنه حينئذ يكون مفرطا، حيث إنه لم يبذل الأسباب للحصول على الماء، أو أنه نسي أن معه ماء، أو حوله، أو أن حوله ماء نسي. والنسيان لا يسقط الواجب، النسيان لا يسقط الواجب، يعني لا يسقط الوضوء عنه ما دام بإمكانه أن يتوضأ. فالنسيان لا يسقط الوضوء عنه، فلا بد أن يتوضأ بالماء الموجود ويعيد الصلاة التي صلاها بالتيمم، لأننا تبينا أن تيممه غير صحيح. نعم. قال: وإن نوى بتيممه أحداثا أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها. إذا نوى بتيممه أحداثا، بأن يكون عليه عدة أحداث، كأن يكون بال وتغوط وخرج منه ريح، أو عليه جنابة، فهذا عليه أحداث متعددة، كل حدث منها يوجب الطهارة، فإذا نوى رفعها جميعا ارتفعت. إذا نوى بتيممه رفعها جميعا فإنها ترتفع، على القول بأن التيمم رافع للحدث فإنها ترتفع، أو يكون مبيحا للصلاة ونحوها من العبادات،
على القول بأن التيمم مبيح فقط وليس رافعا. الحاصل أنه إذا نوى هذه الأحداث جميعا ارتفعت، ولا يلزمه لكل حدث أن يتيمم. أما إن نوى واحدا منها فقط فإنه لا يرتفع بقيتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها. أو نوى بتيممه نجاسة على بدنه تضره إزالتها. أولا نعلم أنه لا بد من إزالة النجاسة عن البدن وعن الثوب وعن البقعة للمصلي. نعم. قوله تعالى: وثيابك فطهر. وعن البدن كذلك يجب إزالة النجاسة عن البدن إذا أصابته، وإزالة النجاسة عن البقعة التي يصلي فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يصب على بول الأعرابي الذي بال في المسجد، يصب عليه الماء، دل على تطهير البقعة للصلاة وأن ذلك أمر واجب. فإذا لم يكن معه ماء فإن التيمم لا يشرع لإزالة النجاسة عن الثوب، ولا يشرع لإزالة النجاسة عن البقعة، لأن هذا لم يرد. وإنما الخلاف في تيمم عن النجاسة التي على البدن، وهنا يقول إنه يتيمم عنها، إنه يتيمم عنها. فإذا نوى بتيممه هذه النجاسة التي لا يقدر على إزالتها فإن تيممه عنها يكون كافيا، كأنها أزيلت. أما إن كان يقدر على الماء وعنده ماء لإزالة النجاسة فإن التيمم عن النجاسة لا يكفي إذا كانت على البدن، بل لا بد من غسلها. هذا توجيه قوله هنا. والصحيح أنه لا يشرع التيمم عن النجاسة مطلقا، لا النجاسة على البدن ولا في البقعة ولا في الثوب. الحمد لله. لأن التيمم إنما ورد عن الحدث فقط. فيصلي والنجاسة عالقة به؟ إذا لم يقدر على إزالتها وليس عنده ما يزيلها فإنه يصلي على حسب حاله. الحمد لله. صلي على حسب حاله، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعت. نعم. إن كان يستطيع أن يخلع هذا الثوب أو هذا الملبوس ويصلي بثوب طاهر وجب عليه ذلك، ولا تجزي صلاته إلا بذلك. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلع عليه وهو في الصلاة لما علم أن فيهما خبثا، فيلزمه أن يزيل الثوب الذي فيه النجاسة إذا كان عليه ثياب أخرى. نعم. تستر عورته. أما إذا لم يكن عليه إلا هذا الثوب ولا يستطيع خلعه، لأنه تبدو عورته لو خلعه، فإنه يصلي فيه ولو كان به نجاسة، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وكذلك إذا كانت على بدنه وهو لا يستطيع إزالتها بالماء فإنه يصلي ولو كان على بدنه نجاسة، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أحسن الله إليكم. أو عدم ما يزيلها. نعم، يعني إن تيمم عن النجاسة على هذا القول إنما يجزي بشرط أن تكون تضره إزالة النجاسة، لو صب عليها ماء وغسلها تضره، أو لا يضره إزالتها لكن ليس عنده ما يغسلها به، فإنه يتيمم على هذا القول، وهذا في النجاسة التي على البدن خاصة كما سبق. والصحيح أنه لا يشرع التيمم عن النجاسة لأنه لم يرد، وإنما ورد التيمم عن الحدث. نعم. أو خاف بردا أو حبس في مصر. نعم، من مسوغات التيمم بدل الماء
إذا خاف بردا لو استعمل الماء كان يكون في برية وليس عنده ما يسخن به الماء ويخاف على نفسه من البرد فإنه يتيمم، أو كان مريضا يتأثر بالماء لو توضأ أو اغتسل به فإن ذلك يضاعف عليه المرض فإنه يتيمم، وذلك لأن عبد الله، وذلك لقوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فالمريض الذي لا يستطيع استعمال الماء عاجز عن استعماله، وكذلك الذي يخاف البرد الذي لا يمكنه تخفيفه ولا إزالته بالتسخين فإنه يتيمم ولو كان الماء عنده، وذلك لقصة عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. رضي الله عنه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أمره على سرية أصابه احتلام، وكان الجو باردا جدا، فتيمم رضي الله عنه وصلى بأصحابه رضي الله عنه. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك ولم يأمره بإعادة الصلاة، وقال له صلى الله عليه وسلم: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: نعم، تذكرت قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم يأمره بالإعادة، ولقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. أما إذا كان يقدر على تسخين الماء وإزالة البرودة فإنه لا يجوز له أن يتيمم، لأنه واجد للماء وقادر على استعماله. نعم. ما حد الخوف يا شيخ؟ قد يكون بعض الناس أدنى درجات البرد يبيح لنفسه أن يتيمم، وبعضهم قد يكلف نفسه شططا فيتوضأ من الماء البارد ما قد يضره. الخوف الذي لا يطاق، البرودة التي لا تطاق، أما كان في الطاقة فلا يبيح، لا يطيقها الإنسان ولا يتحملها. أما إذا كان في حدود الطاقة والمقدرة إلا أن فيه شيئا من البرودة هذا الشيء لا يضر. قد جاء في الحديث أن إسباغ الوضوء في السبرات يعني في البرد، وإسباغ الوضوء في المكاره يعني في وقت البرد، أن ذلك مما يكفر الله به الخطأ. السيئات، وهذا فيما يتحمل فيه مشقة ولكن يتحمل. أما إذا بلغ الشيء إلى حد الضرر عدم التحمل فإنه يعدل إلى التيمم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: أو حبس في مصر. كذلك من الأعذار المبيحة للتيمم إذا حبس الإنسان في مصر في بلد، معلوم أن البلد فيه مياه ولكن هذا محبوس مأسور لا يستطيع أن يتحرك، وحبس عنه الماء لا يصل إليه الماء، هو محبوس عن الماء لا يذهب إليه، والماء محبوس عنه لا يصل إليه، فهذا يتيمم ويصلي وإن كان الماء قريبا منه، لأنه غير قادر على استعماله، وذلك لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. أو عدم الماء والتراب، صلى ولم يعد، أو كان في مكان حانت فيه الصلاة وليس فيه ماء وليس فيه تراب، فهذا يصلي بدون تيمم وبدون وضوء على حسب حاله، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا واجب معجوز عنه، ولا واجب مع عجز، لا واجب مع عجز، فهو عاجز عن القيام بهذا الواجب فيعذر، لكن لا تسقط عنه الصلاة، صلي على حسب حاله، الصلاة لا تسقط بحال عن العاقل، وإنما يصلي على حسب حاله واستطاعته،
قال صلى الله عليه وسلم: يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع ومستلقيا ورجلاه إلى القبلة. فالصلاة لا تسقط بحال ما دام العقل باقيا. وهذا أمر يجب التنبيه عليه، لأن بعض الناس في هذا الزمان يرقدون في المستشفيات الأيام الطويلة ويتركون الصلاة، يقولون إذا خرجنا من المستشفى نقضيها، لأننا ليس علينا ثياب طاهرة، لأننا مأسورون على هذه الأسرة ما يسمح لنا بالنزول منها ولا نستطيع النزول، نتوضأ ولا حد يجيب لنا تراب نتيمم، ما عندنا تراب، ما عندنا ماء، ما نستطيع، فيتركون الصلاة. أو ثيابنا نجسة، أو على أبداننا نجاسة ولا نستطيع إزالتها. هذا غلط كبير. الواجب أن يصلوا كل صلاة في وقتها، إن كانوا يستطيعون الطهارة بالماء وجب عليهم ذلك، إن لم يستطيعوا الطهارة بالماء تيمموا بالتراب، إذا لم يكن عندهم ماء ولا تراب ولا هناك من يحضر لهم الماء أو التراب وخشوا أن يخرج الوقت فإنهم يصلون على حسب حالهم ولا يتركون الصلاة. نعم. التيمم فضيلة الشيخ لا يكون إلا على تراب، يعني لا يمكن يكون على سطح؟ هذا سيأتي إن شاء الله. أحسن الله إليك. قال: ويجب التيمم بتراب طهور غير محترق له غبار. المادة التي يتيمم بها هي التراب، هي التراب الذي له غبار. أما التراب الذي ليس له غبار كالرمل، نعم، فإن هذا لا يتيمم به، وذلك لقوله تعالى: فتيمموا صعيدا، والصعيد ما تصاعد على وجه الأرض، طيبا يعني طاهرا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ومن للتبعيض، من للتبعيض أي من بعض هذا التراب، فدل على أنه لا بد أن يكون هناك غبار يعلق باليد ويمسح به الوجه والكفان. فإن لم يكن له غبار فإنه لا يجزي على المذهب. وكذلك المحترق مثل مدقوق الخزف أو مدقوق الفخار أو النورة أو الإسمنت، هذا محرق لا يجوز التيمم به، ولأنه غير تراب وإنما هو مادة محرقة لا يجوز التيمم بها ولو كان لها غبار على هذا. فيشترط في المادة التي يتيمم بها أن تكون ترابا، وأن يكون هذا التراب له غبار يعلق باليد، وأن يكون هذا التراب طهورا لقوله صعيدا طيبا أي طهورا. هذه الشروط التي يجب توفرها في مادة، في المادة التي يتيمم بها، وأن يكون غير محرق. هذا على ما ذكره هنا. نعم. ولكن الصحيح أنه يتيمم بكل ما على وجه الأرض من طهور، من رمل أو حجارة أو كيس أو فراش أو جدار، إذا كانت هذه الأشياء عليها غبار يعلق باليد فإنه يضرب عليها ويتيمم، يضرب على الجدار الذي فيه غبار، يضرب على الحصير الذي فيه غبار، يضرب على الحجارة التي فوقها غبار، ويضرب على الرمل كذلك ويتيمم به. لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه لما سافروا إلى تبوك لا شك أنهم قطعوا مسافات من الرمال في طريقهم، ولم يذكر أنهم كانوا يحملون معهم ترابا، وإنما كانت تحضرهم الصلاة فيصلون ويتيممون في الأرض التي هم عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والأرض يعم جميع وجه الأرض، بشرط أن يكون طاهرا، شرط أن يكون طهورا. نعم. في بعض الأصعدة مثل ما ذكرت الشيخ في المستشفيات قد لا يكون الغبار كثيرا على
لا الجدار أو البلاط؟ لا لا, لا الغرف في المستشفى والأسياب هذه تنظف ما يبقى فيها شيء. نعم. إنما الكلام في الجدار أو الجدر التي فيها غبار, وذلك لا يتحقق في المستشفيات لأنها تنظف. وكذلك الفروش تنظف, ليس في داخل المستشفيات غبار, وإنما يؤتى بتراب في كيس أو في إناء ويوضع عند المريض ويتيمم به. نعم. السلام عليكم. قال وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه. فروض التيمم سبقت فروض الوضوء, وهي الأعضاء التي يجب غسلها, وهنا بيان الأعضاء التي يجب مسحها في التيمم, وهما فرضان: الوجه والكفان. الوجه والكفان. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار بن ياسر رضي الله عنه: إنما يكفيك أن تقول هكذا. وضرب صلى الله عليه وسلم الأرض بيديه مرة واحدة ومسح بهما وجهه وظاهر كفيه عليه الصلاة والسلام. فصفة التيمم أن يضرب الأرض بيديه على تراب طهور, وإن كان له غبار فهذا أحوط, ثم يمسح وجهه بأصابعه ببطون أصابعه, ويمسح كفيه براحتيه ظاهرهما وباطنهما بضربة واحدة. هذا هو الثابت من السنة, أنه بضربة واحدة يقسمها بين وجهه وكفيه, لأن فروض التيمم فرضان فقط, هما الوجه والكفان. والكف هو من مفصل الذراع, من مفصل الذراع, وهو الكوع الذي يجمع بين الكف وبين الذراع, هذا هو الكف, وهي اليد التي تقطع في السرقة. ولا يمسح على ذراعيه أو على مرفقيه, لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم, وإن كان فعله بعض الصحابة لكنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم, لأنه بين لي عمار في هذا الحديث أنه ضرب التراب بيديه ضربة واحدة ومسح بهما وجهه وكفيه عليه الصلاة والسلام, ولم يمسح ذراعيه. نعم. وكذا الترتيب والموالاة في حدث أصغر. ترتيب بين الوجه والكفين هذا من شروط صحة التيمم, الترتيب هذا لا شك فيه, لقوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فقدم الوجه على اليدين, والتقديم يقتضي الترتيب, ما بدأ الله به ذكرا فإنه يقدم بالعمل والفعل. الترتيب في التيمم واجب, فلو أنه عكس ومسح كفيه ثم مسح وجهه لم يصح إلا بمسح الوجه, فلا بد من إعادة مسح الكفين بعد الوجه. وكذلك الموالاة بأن لا يؤخر مسح الكفين بعد مسح الوجه, بل يمسح الكفين مباشرة, لأن هذه هي الصفة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم, فعله مواليا وفعله مرتبا, فيجب الاقتداء بهذه الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال يكفيك, فدل على أن هذا هو التيمم الذي يكفي, وأنه لو اختلف عن هذه الصفة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يكفي. وقد جاء أنه ضرب صلى الله عليه وسلم الأرض بيديه ثم مسح بهما وجهه وكفيه, ففعل هذا مرتبا ومواليا, فدل على وجوب الأمرين: الترتيب والموالاة. نعم. فإن خالف أو لم يوالي جاهلا أو ناسيا لم يصح تيمم. إذا ترك الموالاة, مسح وجهه ثم اشتغل, أو جلس ثم بعد مدة مسح كفيه,
فيكون فاتت الموالاة، ولم تكن هذه هي الصفة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر. أحسن الله إليكم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا من شرح فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان لزاد المستقنع. فحتى نلقاكم نستودعكم الله، ولكم تحية من زميلي في هندسة الصوت يحيى عبد الله إبراهيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.